خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار رب المشرق عين ورب المغرب فبأي آلاء ربكما رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان، صدق الله.